السلام عليكم، ازيكم؟ مساء تانية، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. بداية مديول جديدة بأهداف جديدة كده وطاقة جديدة. طبعا خلاص بقى بقينا قدام في الكلية وبقينا خبرة، عارفين خلاص الفسيولوجي مادة سهلة جدا جدا على اللي هيحاول يفهم ويركز وبيذاكر بفهمها، هتبقى ممتعة معاه قوي. مادة صعبة قوي قوي مع اللي هيحاول إن هو يذاكر ويحفظ بس من غير فهم، مش هيقدر يجمع فيها حتى درجات أو إن هو يكون مستمتع، هيكون بتخنقه جدا. فإن شاء الله ده هدفنا من المحاضرة ومن المحاضرات كلها بإذن الله، إن إحنا نحاول نفهم ونطلع فاهمين. فهنبدأ بسم الله. نتكلم النهاردة عن تاني محاضرة في الرينال، معاكم زميلكم أحمد بدر في الفرقة التالتة. هنتكلم عن تاني محاضرة في الكيدني. خدنا أول محاضرة introduction، المكونات، المكان، الكلام من ده، واتكلمنا شويه عن الفانكشن. والنهارده هنبدا ناخد فانكشن كده في المحاضره دي والمحاضرات الجايه نتكلم عليها وندرسها بالتفصيل. اول واهم فانكشن للكيدني ايه؟ اول واهم فانكشن للكيدني هو جهاز اخراجي، جهاز المسؤول عن تكوين البول واخراجه. تمام، يبقى اول واهم حاجه هدرسها النهارده هو بدايه تكوين البول. تمام، طب البول ده بيتكون من ايه اصلا؟ بيتكون ازاي؟ البول بتاعي او اللي هو اليورين، يعني اليورين بيتكون من البلازما. البلازما اللي انا المفروض ان البول بعمل بيه ايه؟ بخر بهرج فيه الشوائب، الحاجات الزيادات بتاعه الجسم، اي حاجه توكسيك، اي حاجه عايزه اعمل لها اكسكريشن في اليورين بتطلع فيه عن طريق الكدني. تمام، طيب الحاجات دي كلها بتبقى فين؟ بتبقى في البلد. فانا بعمل ايه في البلد عشان يتحول ليورين، عشان يطلع كاخراج حاجات انا مش عايزها كشوائب او زيادات في الجسم بتاعتي. بعمل اول حاجه فلتره، ترشيح او تصفيه. بعمل تصفيه للبلازما بتاعتي، بعد كده باخد الجزء اللي انا صفيه، يعني انا بعمل هنا مثلا تصفيه. تمام، باخد هنا الجزء اللي انا صفيته، البلازما كلها ما عدا البروتين. انا صفيت هنا في المصفى، عملت طبعا احنا عارفين ان البلازما فيها سوائل اللي هي ميه وفيها بلازما بروتينز. بلازما بروتينز بتطلع تاني، انما الميه والمواد الزائبه فيها بتعدي. تمام، بعدين بشوف المواد اللي انا خدتها ديت، الشوائب طبعا هاخدها عشان تنزل، والميه والمواد المفيده والذوائب اللي فيها. انا كده هطير كل ده؟ لا طبعا، هرجع اعيد امتصاصه تاني، اخده تاني للجسم اقول له شوف يا معلم انت محتاج ايه ومش محتاج ايه. الجسم بتاعي بيبص على اللي انا رجعته له ويشوف هو محتاج ايه ومش محتاج ايه. اللي هو محتاجه خلاص هياخده، اللي مش محتاجه هيرجع يرميه تاني في الكدني وينزل مع اليورين. تمام، طيب ناخد واحده واحده بقى. اول حاجه الجلوميرولار فلتريشن، دي عباره عن الترشيح. ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ دي كده جلوميرولوس، خدناها المحاضره اللي فاتت، ودي كده باومانس كبسول شبه المصفى. انا عايزك تبص لها بصه المصفى بالظبط. انا عندي البلاط او البلازما بقى بتنزل من هنا، تنزل من هنا، تمشي في الكابيلاريز ديت، وبعدين تطلع من هنا. كل المصفى دي كلها ثقوب، كلها اخرام، كلها مكان بورز بيعدي منها، بيحصل منها ترشيح فبيعدي منها البلازما وتطلع تاني البلازما بروتين. تمام، طب ليه اصلا البلازما بروتين ما بتعديش؟ هنعرفها ان شاء الله كمان شويه لما نشرح الميكانيزم. تمام، طيب ودي كده الباومنز كبسول، الباومنز كبسول هيعدي لي الفلتريشن اللي انا هعديه. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هعمل تيوبلر ري ابزوربشن، هرجع اعيد امتصاص المواد اللي انا محتاجها زي الووتر، زي النيوترنت، زي اي حاجه دايبه في الميه انا ممكن اكون محتاجها عن طريق كابيلاريز بتبقى موجوده حوالين التيوبيول هنا، بترجع تاني ترميها لها. تمام، وطبعا الشوائب خلاص بتكمل. بعد كده الجسم بقى بيبص على الحاجات اللي انا مرجعها له ديت ويختار انا يا ترى محتاج ايه ومش محتاج ايه. انا محتاج الحاجه ديت، خلاص تمام هاخدها، مش محتاج الحاجه ديت هرميها تاني في الكدني وتنزل مع اليورين. تمام، يبقى احنا عندنا اول حاجه التصفيه في المصفى بتاعتي، تاني حاجه الري ابزوربشن، بعدين الجسم بيبص ويشوف ايه اللي هو محتاجه وايه اللي مش محتاجه. اللي مش محتاجه هيقوم يرميه تاني، واللي محتاجه هياخده وخلصنا. تمام، طيب اخر حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك الريت اوف اكسكريشن اوف اني سبستنس، المعدل الاخراج بتاع اي حاجه. يعني ايه؟ يعني انا مثلا سي ان انا معايا 4 جرام ملح مثلا، تمام، ودخل هنا عملت لهم فلتريشن ترشيح ودخلوا ال 4 جرام. تمام، انا عايز احسب ال 4 جرام دول هيخرج منهم قد ايه. فقال لك هتكمل مع الملح، هتلاقي ان ال 4 جرام دول دخلوا هنا في الكدني في التيوبيول، عملت انا ري ابزوربشن الاثنين. تمام، فاصبح معايا في اتنين رايحين يخرجوا خلاص. قام الجسم بص على ال 4 جرام اللي انا رجعتهم له دول قال لك انا محتاج 1 جرام بس، ورمي لي كمان واحد. يبقى انا كده خرجت كام؟ خرجت 3، 2 و1 انا رجعته تاني، يبقى كده 3 جرام. يبقى قال لك الريت
rate of excretion بيساوي rate of filtration اللي هم الأربعة جرام ناقص rate of reabsorption اللي هم الاتنين جرام اللي أنا رجعتهم، بقى كده بقى كام؟ بقى 2، 4 ناقص 2 ب 2، وزائد الريت اوف سكريشن ان انا رجع جسم شاف هو محتاج ايه وقام رامي الباقي، رمى 1 على الاثنين بقوا 3. تمام؟ يبقى احنا خدنا الفلتريشن الريابسوربشن، هنصفي بعدين هنرجع هنعيد امتصاص تاني عشان نشوف الجسم محتاج ايه، زي مثلا الووتر، المواد المغذيه، الحاجات اللي دايبه في الميه، هنعيد امتصاصها تاني للجسم. الجسم هيبص انا محتاج كذا محتاج كذا محتاج كذا محتاج كذا محتاج كذا، خدهم كلهم وقام رامي الزيادات تنزل معايا في اليوريا. تمام؟ طيب محاضره النهارده هنتكلم فيها على اول مرحله وهي الفلتريشن، وهي موضوعنا النهارده ان شاء الله، وهندرسه بالتفصيل وكل جزئيه هناخدها ان شاء الله في المحاضرات الجايه. طيب اول حاجه المصفه او التصفيه بتاعتي، احنا قلنا نعتبر ان الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو ده مصفى، دي كده الجلوميلولس ودي الباومانس كبسول. ايه اللي بيحصل؟ ان انا بصفي البلازما من هنا تعدي هنا بس، وهي بشيل منها البلازما بروتين، البلازما بروتين ما بتعديش. طب ليه؟ لسه هنقولها ان شاء الله كمان شويه. طيب يبقى التعريف بتاعي قال لك الموفمنت اوف بلازما من الجلوميرولس للباومنز كبسول عن طريق الجلوميرولر ممبرين. الجلوميرولر ممبرين ده اللي هو ايه؟ اللي هي البوابه بتاعتي، اللي هي المنطقه دي. دي بوابه، دي البوابه اللي بتعدي منها برشح عن طريقها اللي هو ايه؟ اللي هي المصفى اللي كلها ثقوب، بيعدي منها السائل اللي انا برشحه ده. تمام؟ طيب انا عايز دلوقتي ادرس المصفى بتاعتي دي. المصفى بتاعتي ديت قال لك بتتكون من 3 ليرز. اكشوالي انا عارف اتنين منهم اللي هو هما الاثنين. اول حاجه الكابيلاري اللي هي الجلوميرولس اللي انا كنت البلاط بيخش من عن طريقها، الكابيلاري اللي هي بيخش من حته ويطلع من الناحيه الثانيه ديت اللي هي كابيلاريز. تاني حاجه اللي هو الباومانز كبسول اللي هو ده كده باومانز كبسول تحت الميكروسكوب، انا خدت قطع عرض فيه تحت الميكروسكوب. طيب وفي بينهم بقى ايه؟ في بينهم بادي جارد او البوابه بتاعتي او الحاجه اللي بتتحكم والمسؤوله، يعني الحاجة الأساسية بتاعت الفلتريشن اللي هتقول مين يعدي ومين ما يعديش. تمام، يبقى هناخد لير لير. أول حاجة الكابيلاريز، الكابيلاريز اللي هنا وظيفتها الأساسية فلتريشن، عشان كده هي مختلفة عن معظم الكابيلاري الموجودة في الجسم. فقال لك هي مليانة ثقوب، فيها ثقوب كبيرة جدا عشان تعمل ترشيح، ترشح البلازما اللي فيها تخرجها من الثقوب ديت، فتعمل نفس شغل المصفى بالظبط. أنا قلت لك تخيل إن دي مصفى، إحنا النهاردة بنتكلم على مصفى وعملية التصفية بتاعتنا. فهي مليانة ثقوب، الثقوب ديت الدايمتر بتاعها من 70 ل 90 نانو، بتطلع بيحصل منها ترشيح فبيطلع منها البلازما من الثقوب دي. قال لك من اهم خصائص الكابيلاريز دي ان هي ليها خاصيه نفاذيه عاليه جدا، لان احنا زي ما قلنا هي وظيفتها هي مكان هنا ان هي تعمل فلتريشن، تعمل ترشيح، تعمل تصفيه. فقال لك النفاذيه بتاعتها اكتر 50 مره من الكابيلاريز مثلا الموجوده في السكليت المصري. تمام، يبقى احنا قلنا ايه في الكابيلاريز؟ قلنا ان الكابيلاريز دي فيها لارج بورز، فيها ثقوب كبيره جدا، الثقوب ديت مقارنه طبعا بالكابيلاريز الثانيه، الثقوب ديت من 70 ل 90 نانو في الدايمتر بتاعها، القطر بتاعها من 70 ل 90 نانو، البرميابيلتي اللي هي النفاذيه بتاعتها ترشح اكتر من الكابيلاريز اللي موجوده في السكليت المصل باكتر من 50 مره في البرميابيلتي. تمام، هنخش على ثاني حاجه واهم حاجه في المصفى بتاعتنا دي، هي البيزمنت ممبرين او البوابه او البودي جارد بتاعي، هو اللي هيتحكم ويقول لي مين يعدي ومين ما يعديش. البيزمنت ممبرين ده بيتكون من ايه؟ قال لك بيتكون من شبكه من الكولاجين وفايبر اسم الياف من البروتيوجلايكان. البروتيوجلايكان دي مهمه جدا، يعني بيتكون من كولاجين وبروتيوجلايكان فايبرين. طيب قال لك هو فيه ثقوب، طبعا احنا بنتكلم في مصفى فطبيعي لازم يكون فيه ثقوب، الثقوب دي كبيره بتعدي الميه، بتعدي الحاجات اللي دايبه فيها، بتعدي الحاجه اللي انا فلترتها من اول مرحله اللي هي كانت اول مرحله ايه؟ كانت الكابيلاريز. تمام، ولكن فيها حاجه مهمه جدا 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 وهو ده اللي خلانا نقول عليها بادي جارد او بوابه، اللي هي ايه؟ البروتيوجلايكان، الالياف اللي من البروتوجلايكان. طب ايه سبب بقى الاهميه الكبيره دي؟ قال لك لان البروتوجلايكان ده على نيجاتيف تشارج. احنا لما كنا بنتكلم على التصفيه قلت لك انا هنزل البلازما في الكابيلاريز، هعدي البلازما كلها، ولكن البلازما بروتين هترجع تاني. طب ليه انا بصفي وباخد منها السائل وبرجع تاني البلازما بروتين؟ قال لك
عشان حاجة مهمة جدا، البلازما بروتين عليها شحنة سالبة، البلازما بروتين الشحنة اللي عليها شحنة سالب، والبروتيوجلايكان اللي موجودة في البيزمنت ميمبرين اللي هي البوابة أو البادي جارد بتاعي عليها برضو شحنة سالبة، فسالب مع سالب لا يحصل تنافر، فما تعديش البلازما بروتين، لأن البلازما بروتين دي حاجة مهمة جدا أنا محتاجها في الجسم، فأنا مش عايزها تعدي أصلا. فإزاي أعالج الموضوع ده؟ إن أنا لأن هي ممكن تعدي في من البروتينات، ولسه هنذكرها إن شاء الله، اللي هو الألبومين الدايمتر بتاعه قليل فممكن يعدي من المصفى عادي. لا، انا حطيت له حاجه نفس الشحنه بتاعته، لما يجي يعدي لا سالب مع سالب يحصل تنافر، هيقوم ايه راجع تاني، فانا مش عايز اي بروتين يعدي. ولو حصل اي مرض بعمل تحليل للبول بلاقي فيه بروتين، حاجه اسمها بروتينوريا. بروتينوريا يعني ايه؟ يعني بروتين نازل في اليورين بتاعي. بروتينوريا يعني البوابة حصل لها حاجة، النيجاتيف تشارج، حصل مرض للبيزمنت ممبرين ده، فقد فيه النيجاتيف تشارج، فأصبح البروتين بيعدي. يعني مش هينفع بروتين يعدي إلا لو حصل إيه، حصل خلل في النيجاتيف تشارج. ليه؟ لأن هو سائل، هو موجود عشان يقول له أنت رايح فين، أنت حبيبي جسم محتاجك أهمية قصوى جدا، أنت مهم جدا في الجسم، ما ينفعش تعدي أصلا عشان أفكر أنت هترجع ولا لأ. نيجاتيف سايد نيجاتيف، لأ تنافر يرجع تاني. تمام، فهمنا البيزمنت ميمبرين بيكون من كولاجين، بيكون من بروتوجلايكان فيبريل، قلنا البروتوجلايكان فيبريل دي عليها نيجاتيف تشارج، هي المسؤوله الاساسيه ان البروتينات البلازما بروتين ما تعديش، فعشان كده انا بصفي البلازما ناقص بلازما بروتين، بصفي البلازما كلها بتنزل لي ناقص البلازما بروتين. ثالث مكون وهو البومنز كبسول بقى. المومنز كبسول قال لك هو بودوسايتس، اسمها بودوسايتس. بودوسايتس يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت هنا لما خدت نطاق عرضي بالظبط هي شكلها كده. طب ايه دي؟ قال لك هي شبه الفينجر، فينجر لايك بروجيكشن، شبه الصوابع، وما بينها مسافات اسمها سليتس، ما بينها مسافات اسمها سليتس. يعني ايه؟ قال لك السيلز ديت هي الاوتر سيرفيس بتاع الجلوميرال كابيلاريز، موجودة عندي. قال لك هي فينجر لايك بروسيس، هي بالظبط عاملة زي صوابع ايدك، افرد صابع ايدك وبص عليها هتلاقيها عامله زي الصابع، وما بينها مساحات ما بين كل صابع وصابع، دي جابس او بورت، دي اللي بيعدي منها الفلتريشن. تمام، يبقى احنا ركزنا، نراجع تاني على الرسمه، قلنا الكابيلاريز، الكابيلاريز ديت فيها ثقوب، لازم انا بتكلم على مصفى لازم يكون في ثقوب في كل واحده، الكابيلاريز دي فيها ثقوب، البيزمنت الكابيلاريز دي فيها ثقوب من 70 ل 90 نانو، البيزمنت ميمبرين قلنا فيها ثقوب بيعدي منها الووتر والسيليكوتس اللي فيها، حتى الكبسول اللي جوه فينجر فينجر لايك بروجيكشن، وما بينه سليتس فيها ثقوب كبيره جدا ان هي تعدي تعدي الحاجه اللي انا عملت لها فلتر اللي هي الووتر والسوليوتس اللي فيها. طيب تمام، تاني حاجه اتكلمنا عليها واستفدنا في شرحها ايه؟ قال لك النيجاتيف تشارج اللي في البيزمنت ميمبرين اللي هو البادي جارد او البوابه بتاعتي. يبقى احنا اتكلمنا على حاجتين اتنين مهمين جدا 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 في المصفى بتاعتي، ايه هي؟ الثقوب اللي هتعدي، تاني حاجه التشارج النيجاتيف تشارج اللي موجوده في البادي جارد او البوابه بتاعتي. طب ليه انا باكد على الحته دي؟ لان هو طبيعي انا مش اي حاجه هتعدي كده، مش اي حاجه هتجيلي هعديها وانزلها في اليورين، ففي سيلكتيفيتي لمين؟ للمصفى بتاعتي، هي بتعدي حاجات معينه اللي هي عايزاها. طيب السيلكتيفيتي دي مسؤول عنها ايه؟ مسؤول عنها حاجتين، احنا اتكلمنا قلنا اهم حاجه في المصفى بتاعتي حاجتين، الثقوب وتاني حاجه النيجاتيف تشارج. طيب الثقوب قال لك البارتكلز ويز دايمتر لحد 8 نانو، عدي يا معلم مفيش مشاكل. يعني انا معايا الثقوب بتاعتي تقدر تعدي اي حاجه موجوده في البلد القطر بتاعها لحد 8 نانومتر. طيب في عندي مشكله، ايه هي المشكله؟ قلنا المشكله بتاعتنا ان الالبيومين اللي هو البلازما بروتين اللي انا مش عايزه يخرج القطر بتاعه 6 نانو، 6 نانو يعني اقل من القطر اللي المفروض اي حاجه تعدي منها، اقل من القطر اللي هو المصفى بتاعتي تقدر تعديه، اقل منه باتنين، يعني المفروض ان هو يعدي ببساطه. قال لك لا، ما انا حاطط لك الكتريكال تشارج، يبقى انا بيتوقف عندي حاجتين، الموليكولار ويت او السايز بتاع البارتكل، وتاني حاجه الالكتريكال تشارج. اول حاجه لازم يكون البارتكل اللي قدامي لازم يكون القطر بتاعه اقل من 8 نانو. تمام، طب ما هو الالبيومين اقل من 8 نانو، قال لك لا، ما هو الالبيومين عليه نيجاتيف تشارج، وانا حاطط نيجاتيف تشارج في البوابه بتاعتي، فنيجاتيف مع نيجاتيف لا يحصل تنافر، يرجع تاني مش هيعدي. تمام، يبقى السلكتيفيتي بتاعت المصفى بتاعتي ايه المسؤول عنها؟ مسؤول عنها حاجتين اتنين، الموليكولار ويت بتاع البارتكل نفسها اللي متعدي، القطر بتاعها الوزن بتاعها هتقدر تعدي من الثقب بتاعي ده ولا لا، تاني حاجه التشارج بتاعها
الالكتريكال تشارج اللي هي عليها موجب ولا سالب. السالب هيحصل تنافر، لو شحنة سالبة قوية هيحصل تنافر مع البيزمنت ميمبرين، هترجع تاني مش هتقدر تعدي، وده اللي بيحصل مع الألبيومين لأنه أقل في القطر. طيب آخر سطر بيقول لك لو معاك اتنين سبستانس نفس الموليكولار ويت ونفس الديامتر، نفس كل حاجة، نفس الشكل، نفس كل حاجة، ولكن الشحنة مختلفة، ايه اللي هيعدي وايه اللي مش هيعدي، او ايه اللي هيعدي اسهل؟ اللي هيعدي اسهل طبعا الشحنة الموجبة، لو حاجة عليها شحنة موجبة مع السالب هيحصل تجاذب، لا هتعدي، عدي يا معلم انا بحبك جدا. لو في تنافر، لو في شحنة سالبة لا يحصل تنافر زي الالبيومين كده مش هتعدي، تمام؟ ولو شحنة سالبة قليلة، الالبيومين على شحنة سالبة قوية فبيحصل تنافر قوي جدا فمستحيل تعدي، الا لو حصل مرض ضرب الشحنة السالبة دي، انما لو حاجة شحنة سالبة قليلة فهيعدي بس بصعوبة، لكن البوزيتيف في طريقه مفتوح لان النيجاتيف بيحب البوزيتيف. تمام، نخش بقى على موضوع تاني شوية كده، ايه حسابات وفيزياء على رياضة، الجلوميرال فلتريشن ريت. الجلوميرولار فلتريشن ريت ده المعدل اللي انا بعمل الفلتره، معدل الفلتره في الجسم بتاعي بقى في الكدني، الكدني الاثنين كدني بتوعي بيعملوا فلتره لقد ايه من البلازما في الدقيقه. بيقول لك الفوليوم اوف بلازما فلترد باي اول نيفرونز في البوست كيدنس في الدقيقه الواحده، يعني انا الكليه بتاعتي بتعمل فلتره للبلازما قد ايه كميه البلازما اللي بيحصل لها فلتره في الدقيقه الواحده عن طريق الاثنين كدني بتوعي قد ايه بقى. لما جم حسبوها قال لك الاماونت بتاعي 125 مللي في الدقيقه، يعني الاثنين جدني بيعملوا فلتره ل 125 مللي، ترشيح او تصفيه ل 125 مللي كل دقيقه من البلازما. لما جيت تحسبها هتضرب 125 في 60 ادي كده جبت في الساعه، هتضربهم في 24 ادي كده جبت في اليوم، لقوها 180 لتر في اليوم. تخيل انت بيحصل ترشيح في الكليتين في الكدني بتاعتك 180 لتر كل يوم بيحصل لهم ترشيح. طب لحظة واحدة بس، انت بتتكلم ان انا ايه، انا انسان عندي في الجسم بتاعي هما 3 لتر بلازما، هجيب انا 180 ازاي؟ قال لك لا، ما هي عملية دورية، ال 3 لتر دول بيقعدوا يترشحوا رايح جاي رايح جاي، لدرجة ان انت بتعمل ترشيح او فلتريشن لمدة لاكتر او حوالي 180 على 3 60 مره في اليوم. انت البلازما بتاعتك، انا المفروض ان شغل الكدني ما تقدر ان هي تشتغل يا معلم ان هي ترشح كل دقيقه 125 مللي، يعني في اليوم كام؟ يعني في اليوم 180 لتر، معاها 3 لتر عماله تلف فيهم كل طول اليوم، عماله تلف فيهم تعمل ترشيح وترجع تعمل ترشيح وترجع تعمل ترشيح لحد 60 مره في اليوم يحصل ترشيح للبلازما اللي في البلازما اللي في البلاط بتاعك. غسيل كلى المفروض ان احنا نحمد ربنا عليه، الناس اللي هي عندها فشل كلوي ربنا يعافينا واياكم، بتغسل كلى مرتين لثلاثه في الاسبوع، انت متخيل؟ متخيل طيب يعني الجسم بتاعك انت اصلا بالكليتين بتوعك 60 مره في اليوم هو بيغسل كلى ربنا يعافيه ان شاء الله مرتين لثلاثه في الاسبوع، فالحمد لله نعمه كبيره جدا. بس قال لك ايه بقى؟ انا دلوقتي بعمل فلتره ال 180، انا بصفي كده بالمصفى بتاعتي 180 لتر في اليوم، اهلا وسهلا، ايه 180 لتر؟ هقعد اشرب 180 لتر ويحصل تصفيه، واشرب ويحصل تصفيه، واشرب ويحصل تصفيه، ده احنا كده هنعيش على المحيطات. لا، قال لك بيحصل 99% من الحاجات اللي انا بمتصها دي، من الحاجات اللي انا بصفيها دي بيحصل تاني ري ابزوربشن، بيحصل تاني اعاده امتصاص تاني، لان انا جسمي محتاجها، بس انا بعمل لها امتصاص، بعمل لها ترشيح عشان اشوف لو فيها شوائب اخدها، وبعدين ارجع لك تاني حاجتك اللي انت ما عايزها، الميه والحاجات اللي فيها المغذيات اللي الجسم محتاجها. تمام، يبقى 99% من الحاجات اللي انا بعمل لها ترشيح دي انا برجع تاني امتصها في التيوبيولز وترجع تاني للجسم، وهو زي ما قلنا بيبص هو محتاج ايه ومش محتاج ايه، اللي محتاجه بياخده اللي مش محتاجه وزيادات عن الجسم ارمي يا عم في اليوري. تمام، تاني حاجه الفلتريشن فراكشن، يعني ايه؟ ده قال لك ده المعدل بتاع الفلتره، انا الكدني بتاعتي بيوصل لها في الدقيقه الواحده 650 مللي من البلط. تمام، هي بتعمل فلتره لقد ايه منهم؟ الريشيو النسبه، بتعمل فلتره في كل دقيقه 125 مللي، هي بيوصل لها قد ايه؟ بيوصل لها 650، يعني هي بتعمل 125 من كل 650 بيوصلوا لها، يعني بتعمل حوالي خمسهم يعني 20%. يبقى الفلتريشن فراكشن ده ايه؟ ده الريشيو بتاع البلازما الرينال بلازما فلو، يعني البلط اللي بيجي للكدني النسبه اللي بيحصل لها فلتره منه،
واصله، يعني النسبه اللي بيحصل لها فلتره من البلازما اللي جايه للكبد، جاي لها 650، هتعمل فلتره هي ال 125، 125 على 650 20%، يعني كل ما يجي لها 650 تعمل منه فلتره 125، ده كل دقيقه، كل دقيقه بيجي لها 650 مللي تعمل فلتره 125، تعمل فلتره للخمس، تعمل فلتره للخمس، كل دقيقه على هذا النسق. طيب جلوميرولر فلتريشن ريت قال لك هو متوقف على حاجتين اتنين، لما جم يحسبوه لقوا ان في حاجتين اتنين مهمين جدا بيأثروا فيه وهم اللي بنحسبهم عن طريق. اول حاجه، انت دلوقتي بتتكلم على فلتره، بتتكلم على تصفيه، تصفيه مش مصفى عاديه جدا، لا ده مهم، حاجه كبيره جدا وفي جسمي وشغاله. قال لك بتتوقف على حاجتين، الحاجتين دول اللي هم ايه؟ اول حاجه قوه في ضغط، انا بتكلم على ميه موجوده في كابيلاريز وميه تانية موجوده في الباومنز كبسول، لا في ضغط بيأثر، في قوه بتزق، في قوه بتزق من الناحيه دي، في قوه بتزق من الناحيه دي. طيب في ايه؟ في الحاجه اسمها معامل الفلتره، الفلتريشن كوفيشنت. معامل الفلتره ده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على مساحه السطح والنفاذيه. انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده، هناخد واحد واحد ان شاء الله ونشرح فيه. اول حاجه الافكتيف فلتريشن بريشر، الافكتيف فلتريشن بريشر ده اللي هو قوه الضغط. معايا كده الباومنز كبسول، انا هنا في بلازما تمام داخله وخارجه تاني، عايزه المفروض ان هي تعدي لهنا تمام، في قوه هتزقها، في قوه هتزق من الناحيه دي، في قوه هتزق من الناحيه دي، انا عندي ضغط، انا ما يعني عندي خرطومين اتنين مفتوحين على بعض، المفروض ان المايه تمشي من ناحيه من واحد للتاني، في قوه هنا بتزق وفي قوه هنا بتزق، في بريشر هنا وفي بريشر هنا تمام. والمحصله بتاعتهم المايه هتعدي من الضغط الاعلى للضغط الاقل. طيب انا ابدا قبل ما اخش في الفورسز دي واتكلم فيها، انا عايزك تركز معايا وهنحط ثابتين بس. في عندي البريشر، عندي نوعين من البريشر، اول حاجه اسمه هيدروستاتيك بريشر، تاني حاجه اللي هو الاوسموتيك او الانكوتيك بريشر. يعني ايه اللي هو هيدروستاتيك بريشر؟ ده الضغط العادي اللي احنا عارفينه، اللي هو مثلا تخيلوا معايا كده، انت مليت بتاع ده بالونه مثلا بميه وقعدت تملى 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 تملى، لو البالونه دي فيها ثقب هيفضل الميه تطلع منه، كل ما تزود الضغط كل ما الميه تطلع، كل ما تزود الضغط كل ما الميه تطلع، كل ما تضغط على البالونه كل ما الميه تطلع، صح؟ صح. طيب التانية الاسموتيك بريشر، الاسموتيك بريشر دي خدناها في تانية ثانوي لو فاكرين، اللي هو الضغط الاسموزي. طب انا مش فاكرها، الضغط الاسموزي اعتبرها سفنجة، حط كده خلي مية ماشية وحط سفنجة في النص، المية هتعمل ايه؟ هتمشي عكس السفنجة ولا تروح على السفنجة؟ لا السفنجة هتشرب المية. بالظبط هو ده المعنى الحرفي للضغط الاسموزي. يبقى انا عندي نوعين اتنين من الضغط، هيدروستاتيك اللي هو الضغط اللي القوة اللي بتزق وقوة الدفع، والحاجة التانية السفنجه بتاعتي اللي هي بتشفط الميه اللي هي بتشد الميه ناحيتها، يبقى الضغط بتاعي بيزق انما الاوزموتيك بريشر اللي هو الضغط الاسموزي بيسحب الميه او بيشفط الميه. حلو الكلام؟ حلو. طيب انا دلوقتي عندي عايز اقسم الفورسز دي. طبعا الفورسز ديت اللي اكتشفها حاج اسمه ستارلينج، طبعا بتاع ستارلينج لو، سماها ستارلينج فورسز على اسمه يعني. طيب انا دلوقتي قسمنا القوه دي لنوعين، واحدة بتساعد على الفلتريشن والتانية بتضدهم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي قوتين، احنا قلنا نوعين من الضغط، الضغط الاولاني قوة بتزق اللي هو ضغط البالونة، والتاني قوة بتسحب او بتشفط اللي هي السفنجة. فانا لو عندي هنا بيزق يبقى دي معايا تمام، وضدها من الناحيه دي واحده بتزق الناحيه الثانيه. طيب عندي مثلا سفنجه، لو انا عندي هنا سفنجه بتسحب بتشفط الميه، لا انا هنا ما بعملش فلتريشن، عندي هنا سفنجه لا انا بسحب الميه الناحيه دي. انا مش فاهم حاجه، نوضح بكل هدوء. اول حاجه القوتين اللي مع الفلتريشن او مع التصفيه، اول حاجه الجلوميرولا هيدروستاتيك بريشر، الجلوميريولاس بتاعتي فيها هيدروستاتيك بريشر اللي هو الضغط اللي هو بتاع البالونه اللي انا بضغط بيزق الميه بيدخلها الناحيه دي، صح؟ صح. قال لك الضغط ده هو اهم ضغط لان هو اللي بيزق وبيعمل عمليه الفلتره. قال لك هو الضغط ده 60 مللي مليمتر زئبق، الضغط ده اهم واحد وهو اللي بيزق الميه من الناحيه دي يخش هنا، صح؟ تمام. القوه الثانيه اللي معايا، لو انا عندي هنا، لو انا جيت حطيت هنا سفنجه، لو انا حطيت هنا سفنجه تشفط الميه، مش القوة دي هتسحب مية معايا وهتبقى مساعدة في الضغط، مساعدة في ان يحصل فلترة؟ ايوه هيسحب مية من هنا لهنا تمام. قال لك البلاط بتاعي او البلازما بتاعتي ايه المسؤول عن الاوزمولاريتي بتاعتها؟ ايه السفنجة اللي موجودة في البلاط؟ ايه الحاجة اللي بتسحب مية لو موجودة؟
الحاجة اللي بتسحب مية لو موجودة هي البلازما بروتين. واحنا قلنا قبل كده لما اتكلمنا على الإشارة السالبة إن البلازما بروتين أصلا ما بتعديش، معنى كده إن هل في هنا بلازما بروتين عشان تسحب مية؟ لا، مفيش أصلا بلازما بروتين، يبقى الضغط اللي هنا ده صفر. يبقى القوتين اللي معايا قوة دفع من هنا، الضغط بتاعي بتزق المية من هنا عشان تخش جوه الكدني 60 مللي زئبق. هنا في سفنجة ولا مفيش؟ لا، مفيش بلازما بروتين، فمفيش حاجة هتسحب. تمام. الحاجات بقى اللي بتضاد، طبعا في هنا ضغط تاني بيزق ضغط المية اللي موجودة هنا، فالضغط اللي هنا اللي هو الهيدروستاتيك بريشر بس بتاع الباومانس كبسول، في هنا مثلا مية، في مثلا وليكن في ستون مثلا في اليوريتر في المسار، فهيوقف المية فهيعمل ضغط أعلى وهكذا. يبقى في هنا المية اللي موجودة هنا في ليها ضغط، فالضغط بتاعها كام؟ 18. طيب هل في هنا سفنجة؟ ايوه طبعا في سفنجه. انت لسه قايل لي اساسا ان البلازما بروتين ما بتعديش، معنى ان هي ما بتعديش ان هي ما عدتش هنا، يبقى كلها موجوده هنا. الضغط الاسموزي للجلوميريولاس 32 كبير، ليه؟ لان ما فيش ولا نقطه بلازما بروتين عدت، البلازما بروتين اللي هي السفنجه بتاعتي كلها موجوده هنا، فبتسحب الناحيه دي فبتضاد عمليه الفلتره اللي هي عمليه عبور في البلازما من هنا لهنا. تمام، عرفنا الاربع قوى اللي هي ستارلينج فورسز، اللي هم ايه؟ قوتين اتنين معايا، قوة بتزق من الكابيلاريز اللي هي الهيدروستاتيك بليشر بتاع الجلوميريولاس، التانية السفنجة اللي هي اساسا مش موجودة لان مفيش بلازما بروتين بتعدي، يبقى انا عندي قوة واحدة يعتبر اللي هي ايه؟ الهيدروستاتيك بليشر اللي بتزق اللي هي 60 ملم زئبق. تمام، عندي قوتين اتنين بتضدهم، قوة بتدفع من الباومانز كبسول بتزق تاني قصادها، انت هتزق انا هزق انا كمان، بس قوتها كام؟ قوتها قليله اقل من الثانيه 18 ملم زئبق، وقوه ثانيه اللي هي البلازما بروتين بتقوم بدورها اللي هي الاوزموتيك بريشر، الضغط الاسموزي اللي هي السفنجه اللي بتشرب الميه، بتسحب الميه ثاني لفوق، كل ما الميه تيجي تنزل تسحب، قوتها كام؟ او البريشر بتاعها قد ايه؟ 32 ملم زئبق. طب انا كده لو عايز احسب البريشر في النهايه بقى بيساوي ايه؟ الاربع قوه دول هحسب الاثنين اللي معايا ناقص هطرح منهم الاثنين اللي ضدي، الاثنين اللي معايا اللي هم مين؟ اللي هم اللي بيزق من هنا واللي بيسحب من هنا، يعني 60، 60 زائد 0 ب 60 ناقص 18 اللي هي الضغط اللي هو بيزق من الناحيه دي، و32 الضغط اللي بيشد من الناحيه الثانيه، يبقى 18 و32 ده 50، يبقى 60 ناقص 50 10 ملم زئبق. ال 10 ملم زئبق ده الحاصل النهائي لعمليه الضغط دي، لعمليه الفورسز دي. طيب عايز بقى نوضح تاني كده بهدوء، الفورسز ديت معايا أربعة فورسز، ستارلينج فورسز دول المسؤولين عن الفلترة، يعني المسؤولين عن إن البلازما تنتقل من الكابيلاريز اللي تخش الكدني. قال لك في اتنين معاك واتنين ضدك، الاتنين معاك ضغط هنا في الكابيلاريز فبتزق المية الناحية دي، وواحدة تانية السفنجة اللي موجودة هنا اللي هتشرب المية. طبعا مفيش بلازما بروتين فمفيش سفنجة، فشكرا معايا واحدة بس اللي هي بتزق. تمام، الحاجة الاتنين اللي ضدي، أول واحدة ضغط المية هنا اللي هتدفع الميه اللي هتيجي، ضغط الميه هنا طبعا قليل لان انا بزق من الناحيه دي للناحيه دي، فضغط الميه هنا كام؟ 18 اللي هتزق الميه اللي هتيجي قصادها، يعني مقاومه للميه للفلتره اللي هتحصل. تاني حاجه السفنجه اللي هي موجوده هنا بسبب البلازما بروتينز اللي هي بتشرب الميه بتسحب الميه تاني 32، مجموع القوتين اللي هي واحده بتزق واحده بتسحب لورا دي 50، ومجموع الواحده اللي هي الهيدروستاتيك بريشر بتاع الجلوميرولس 60، يبقى 60 ناقص 50 يساوي 10 اللي هي النهائي بتاعي. طيب هناخد بقى واحد واحد ونتكلم عليه بالتفصيل ونوضح اكتر عشان نفهمه صح. اول واحد اللي هو الهيدروستاتيك بريشر بتاع الكابيلاري اللي هو بيزق، اللي هو القوه الاساسيه المين درايفنج فورس، القوه الاساسيه للفلتريشن او اهم واكبر قوه للفلتره، هي اللي بتزق الميه تدخلها في الباومانس كبسول. قال لك الزياده بتاعته بتزود الريت، طبعا انا يعني لو زودت الضغط هنا هتخش فلتره اكتر، هيحصل فلتره اكتر، فيحصل ان الجلوميرا فلتريشن ريت اللي هم ال 125 مللي دول لا هيزيدوا. تمام، طب هو بيتاثر بقى بايه؟ اول حاجه احنا عايزين نركز، البلاط بيخش من هنا او البلازما بتخش بتلف 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 وتطلع من هنا. طيب ده جاي وده رايح، ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ ده جاي يبقى افرنت ارتريول، ده ماشي من هنا يبقى اسمه افرنت ارتريول. صح صح، اللي جاي اسمه افرنت واللي ماشي اسمه افرنت من سنه اولى. تمام، يبقى اول حاجه انا لو عايز اتحكم في الضغط ده انا هتحكم في المنبع، هتحكم في الافرنت. لو انا فتحت المنبع جبت بلاد كتير
نكتب فلو كتير قوي، فاصبح الضغط هنا زاد، ضغط البلازما زاد، فهتعدي وهتعمل فلتريشن، هزود الجلوميرول فلتريشن ريت. طب لو انا قفلت المنبع، لا خلاص ما عادش في فلو، انا دلوقتي قفلت المنبع اللي جاي لي منه البلاط، قفلت ده خالص، فما عادش في فلو، فخلاص ما فيش اساسا، الضغط هنا هيقل، فالجلوميرول فلتريشن ريت هيقل. دي اول حاجه بتاثر. يبقى الفازو كونستريكشن، الفازو كونستريكشن لا ده بيقلل. ليه؟ لان انا قفلت المنبع، مفيش فلو هتعدي، مفيش بلازما هتملى المكان ده، مفيش ضغط هيحصل، مفيش حاجه هتعدي هيحصل لها فلتريشن. طيب تاني حاجه الفازو دايلاتيشن، الفازو دايلاتيشن لا انا وسعت المنبع، انا جبت بلاط كتير، جبت بلاط فلو كتير، هيزود الضغط هنا هيحصل فلتريشن. تمام. تاني حاجه المصب اللي هي الافرنت، الافرنت ارتريول دي فيها كلام شويه. قال لك ايه؟ قال لك ليها بايفيزيك افكت. يعني ايه؟ قال لك لو هي حصل لها فازو كونستريكشن بس بسيط شوية، الجسم هيعتبر ان دي مقاومة، مقاومة اقدر عليها، زود يا معلم هنا الفلو وهيزود الجلوميرول فلتريشن ريت. انما بقى لو الفازو كونستريكشن هنا عالي، لا فازو كونستريكشن عالي خلاص شكرا كده، انا مش قادر اساسا انا اكمل، مش قادر اكمل، السكه بدات تتقفل من هنا، بدات تضيق قوي، فمش قادر، فمفيش ضغط هنا زياده، مفيش فلو اصلا كتير، لان انا هنا السكه مقفوله، مش عارف امشي، مش عارف اصب عشان ادخل، مش عارف اطلع عشان ادخل، فالضغط هنا هيقل. يبقى الافرنت ليه حاجتين، اول حاجه لو الكونستريكشن بتاعه، لو الكونستريكشن بتاعه قليل مودريت، حاجه بسيطه الجسم يقدر يقاومها، هيعمل ريفلكس قوي جدا حلو ويقوم مزود لي الفلو، انت بتعمل لي مقاومه وانا اقدر عليها، تمام اتعافى عليك، ازود الفلو، ادخل بلط، هيقوم الضغط هنا هيزيد، هزود الفلتريشن. طب انما لا ده لو قفل قوي، لا ده لو قفل قوي انا مش هقدر، فانا هحاول اقدر، مش قادر خلاص، يبقى انا مش هعرف ادخل فلو كتير، فالضغط هنا مش هيبقى كبير، فمش هعرف اعدي، مش هعرف اخرج، فمش هعرف ادخل، فالفلو هنا قليل، فالضغط هنا قليل، فالفلتريشن قليل. تمام. تالت حاجه البلاد بريشر، ضغط الدم بقى الاساسي، ضغط الدم اللي هو بتاع الجسم، ضغط الدم طبعا لو زاد في الكدني هيزود البلاط فلو، هيدفع دم كتير، صح، هيزود الهيدروستاتيك بريشر، هيخلي الفلتريشن يحصل بقوه كبيره جدا. طب انا دلوقتي عندي الضغط بتاعي، انا لو اتعصبت شويه الضغط بتاعي بيعلى، لو هديت الضغط بتاعي بيقل، طب هل الكدني هتفضل كده؟ قال لك لا، الكدني فيها حاجه اوتو ريجيوليتوري، حاجه بتنظم الضغط، مهما الضغط عالي او وطي في رينج معين في الجسم، لا انا الضغط بتاعي بتاع الكابيلاريز دي ثابت، ما عنديش مشاكل، ما بتاثرش اساسا بالضغط الخارجي. انما لو عالي قوي لدرجه هايبر تنشن، لدرجه ان بقى مريض، لا هيبدا ياثر ويبدا يبوظ ويبدا يبهدل، وان شاء الله انا قدام شويه هنشرحه. طيب ازاي بقى بيحصل ريجوليشن؟ ده ان شاء الله هنعرفه في المحاضره الجايه، لكن دلوقتي عايزين نعرف ان البلاد بريشر الضغط لو زاد هيزود الجلوميرول فلتريشن ريت، لكن ده قليل اول ما بيحصل. ليه قليل اول ما بيحصل؟ لان الكدني فيها خاصيه مهمه جدا ان هي بتعمل اوتو ريجولاتري، اعلى واوطى في رينج معين انا هفضل ثابت، انما لو علي قوي خلاص انا ما عدتش قادر عليك، هبدا اتاثر. تمام. يبقى خدنا اول حاجه الافرنت اللي هو المنبع، لو زاد هيزيد، لو قل لو اتقفل هيقل. خدنا تاني حاجه الافرنت، قلنا باي فيزيك، لو هديت شويه هقدر اقاوم وازود، لو قفلت قوي لا مش هقدر اقاوم خلاص هيقل. تاني حاجه الارتيريال بريشر، طبعا لو الضغط زاد هزود الـ الفلو اللي جاي، ولكن في هنا اوتو ريجولاتوري، الضغط لو زاد في رينج معين انا هقدر اتحكم فيه، اكتر من كده لا مش هقدر اتحكم وهيبدا يضرب في الكدني. طيب تالت حاجه او رابع حاجه بقى سيمباثيتك ستيميوليشن. طبعا السيمباثيتك ستيميوليشن، السيمباثيتك كان بيعمل ايه في سنه اولى؟ كان بيعمل فازو كونستريكشن وش، بس قال لك برضو لو السمباثيتك ستيميوليشن مايلد تو مودريت، لا مش هيأثر، انا عندي برضو هقدر اتحكم، هقدر اتعامل، لو التأثير بتاعك حاجة بسيطة كده اقدر اتحكم فيها، لا هعمل اوتو ريجوليشن واقدر اتعامل والضغط هيفضل ثابت عندي اللي هو الهيدروستاتيك بريشر. طب لو السمباثيتك بقى عالي، لا هيقوم قافل لي الافرنت اللي هو ده، هيقوم قافل لي المنبع، مش هقدر ادخل فلو، مش هقدر ادخل بلاد، مش هعرف اعمل ضغط هنا، فالضغط هنا هيقل، فهيقل الجلوميرولر فلتريشن ريت. يبقى معانا اربع حاجات، الافرنت، الافرنت بنتكلم فيه على الدايمتر، حصل فازو كونستريكشن انا قفلت المنبع مش هيخش بلاد فهيقل، لو حصل فازو دايلاتيشن هيخش بلاد فلو عالي فهيزيد.
هيخش بلاط في الوعاء، فهتعمل ضغط فهيزيد، هيزود الترشيح بتاعي. طيب الافرنت، الافرنت لو باي فيزيك لو اتقفل سنه بسيطه حاجه مودريت كده، لا انا هقدر اعمل عليه ريفلكس، هزود البلاط فلو اللي جاي، هعلي البلاط فلو، هزود الضغط، هعلي الفلتريشن اللي هيحصل. انما لو هو قفل قفله جامده مش هقدر عليها، خلاص انا المنبع المصب بتاعي بدا يقفل، مش هقدر ادخل عشان ما فيش حاجه عايزه تخرج، فالضغط بتاعي بيبدا يقل لحد ما الفتحه دي تفتح، يعني الزنقه اللي حصلت دي تفتح. لو انا حاجز هنا مش هقدر ادخل من هنا اصلا، فواحده واحده بقى بالراحه على ما ده يطلع. تمام. يبقى لو الفاسكونستريكشن عالي مش هقدر اعمل حاجه، خلاص اللي يبقى الضغط هنا هيقل، يبقى الفلتريشن اللي هيحصل هيقل. طيب تاني حاجه، تالت حاجه البلاد بريشر. البلاد بريشر قلنا فيه ايه؟ لو زودت الضغط، لو اديت، لو الضغط عالي، طبعا الضغط عالي هيجيب بلاد كتير جدا، ولكن الكدني من رحمه ربنا علينا ان هي فيها اوتو ريجوليشن، مش اي علو وطول الضغط هيأثر عليه. ليه؟ لان هنقعد نعلي ونوطي الكدني بتاعتي هتبوظ، وده بسبب، وده السبب الاساسي ان الناس اللي عندها هايبرتنشن الكدني بتاعتها بايظه حرفيا، ربنا يعافيهم يا رب. فاللي قلنا الارتيريال بلد بريشر لو الضغط زاد هيزود الفلو، ولكن مش في الكدني، الكدني فيها من في رينج معين اقدر اتحكم فيه، لو زاد قوي طبعا هيأثر معايا. تمام. بعد كده السمباثيك ستيميوليشن برضه نفس الفكره، مايلد تو مودريت، حاجه بسيطه لا هقدر اتحكم واتعامل والدنيا حلوه. انما لو سيفير بقى سمباثيك هيعمل فاز كونستريكشن في المنبع بتاعي، هقوم قافل اساسا المنبع، خلاص مفيش بلاد فلو، مفيش دم هنا او بلازما هنا تعمل ضغط، فالفلتريشن هيقل. تمام. نخش على تاني قوه معايا. القوه اللي معايا التانيه اللي هي الباومانز اونكوتيك او الاسموتيك بريشر، اللي هي ايه دي؟ اللي هي القوه التانيه اللي احنا قلنا لو في سفنجه هنا هتشفط، لو في سفنجه هنا هتسحب البلازما هتدخلها تخش. طب احنا اتكلمنا اصلا على النقطه دي وقلنا اساسا ما فيش بلازما بروتين بتعدي، طب انا ليه بدرسها؟ يعني انا معلش ما فيش بلازما بروتين بتعدي، قلنا مستحيل والنيجاتيف تشارج ومش عارف ايه، طب انا ليه بدرس؟ قال لك ما هو معلش النيجاتيف تشارج دي ما مش ممكن تنضرب، مش ممكن واحد يكون تعبان والنيجاتيف تشارج دي تروح من عنده؟ صح. طيب ما هي كده هيحصل في بلازما بروتين هتعدي. ايوه. ما بلازما بروتين تعدي هيحصل ايه؟ هيحصل بروتينوريا، يعني بقى في بروتين بينزل في اليورين. تمام. يبقى في بلازما بروتين، لو حصل بلازما بروتين هنا يبقى الضغط ده هيزيد. انما طول ما فيش بلازما بروتين وانت كويس ومفيش اي حاجه ونيجاتيف تشارج شغاله زي الفل، انت صفر، مفيش قوه اساسا من تسحب من هنا. تمام. يبقى هي بتعتمد على وجود البروتينات في الباومنز كبسول. طب ينفع اصلا، هل من الطبيعي وجود بروتينات في الباومنز كبسول؟ لا. يبقى هي في الطبيعي كانت صفر. انما لو حصل بروتينوريا، لو بدا ينزل ويعدي البروتينات دي، البلازما بروتين اللي هي المسؤوله عن الاسموتيك بريشر اللي هي بتسحب الميه، لو عدت يبقى وقتها انت مريض. اه. لكن انا بتكلم دلوقتي على ضغط، هيزيد الضغط. تمام. خش على التالتة. التالتة بقى المتعة كلها، الجلوميرولار الكابيلاري اونكوتيك بريشر، اللي هي الاوزموتيك بريشر بقى اللي هي بتاعت البلازما بروتين اللي هي ما عدتش، اللي هي هنا دي. صح. القوة دي انا هنا حطيت سفنجة. صح. ايوه حطيت سفنجه بتسحب الميه، هي المسؤوله عن الاسموتيك بريشر اساسا في البلازما في العادي، فانا حطيت سفنجه هنا بتسحب الميه، بتشفط الميه تاني ما بتخليهاش تعدي، فهل هي قوه معايا ولا ضدي؟ لا هي ضدي، هي عايزه تقلل الفلتريشن. تمام. طب قوتها قد ايه؟ قال لك 32 ملم زئبق. طب بتزيد بايه بقى وبتقل بايه؟ قال لك بكل هدوء وبساطه، هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على البلازما بروتين. يبقى بتزيد في ايه؟ بتزيد لما البروتين يزيد في الجسم، لو البلازما بروتين كونسنتريشن زاد. طب بتقل في ايه؟ في الهايبو بروتينيميا. هايبو بروتينيميا يعني ايه؟ هايبو يعني قليل، بروتينيميا يعني بروتين في البلد، يعني اما البلازما بروتين تقل كونسنتريشن بتاعها يقل، يبقى هي المسؤول عنها الاول والاخير هو البلازما بروتين. الضغط ده لو زاد البلازما بروتين هتزيد، لو قل البلازما بروتين هتقل. طيب معايا ملحوظه بتقول لك ايه؟ بيقول لك طول اللينس، انا البلاط دخل من هنا وبدا يترشح 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 وخرج من الناحيه الثانيه. قال لك بطول الكابيلاريز دي، بطول ما هو ماشي، الانكوتيك بريشر عمال يزيد. ليه؟ معلش كده، انكوتيك بريشر بيزيد بزياده تركيز البلازما بروتين وبيقل بنقص تركيزها. صح. ايوه. طيب دلوقتي ما انا ماشي من هنا فقدت شويه ميه، هنا حصل لهم فلتره، هنا شويه ميه حصل لهم فلتره، هل وانا ماشي تركيز الميه بيعمل ايه؟ بيقل. طب تركيز البلازما بروتين؟ لا ده بيزيد، ما هو انا عمال افقد ميه افقد ميه افقد ميه افقد ميه، فتركيز البلازما بروتين بيزيد. فطول ما انا ماشي، طول ما انا ماشي 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 ماشي، البلازما بروتين عماله تزيد تزيد تزيد، الكونسنتريشن بتاعها هي نفسها ما بتقلش ولا بتزيد ولا بيحصل لها اي حاجه، هي اصلا ما بتعديش، لكن الووتر بتتفقد. الميه معايا مثلا خمس معالق ملح في كوبايه ميه،
تمام، حطيت انا نفس 5 معالق ملح دول في نص كوبايه ميه، لا التركيز بتاع الملح اعلى في نص كوبايه، انها اكتر حداقه، انها هتبقى حاد اكتر، لا نص كوبايه مش كوبايه، ليه؟ لان الووتر بتاعي في خطه، فانا طول ما انا ماشي بيحصل فلتريشن، الميه بتروح بتروح بتروح، وبالتالي بيحصل زياده نسبيه في التركيز بتاع البلازما بروتين. فلما البلازما بروتين تزيد هي المسؤوله الاول والاخيره على الانكوتيك بريشر، يبقى هي هتزود الانكوتيك بريشر. يبقى انا طول ما انا ماشي على الطريق داخل لخارج الووتر بفقده، البلازما بروتين كونسنتريشن بتاعها بيزيد، وبالتالي بيزيد الاوزموتيك بريشر. تمام. رابع قوه وهي القوه الدافعه من الباومنز كبسول. الباومنز كبسول طبعا في هنا انا بيعدي ميه، الميه في اي مكان ليها بريشر، ضغط، ميه عاديه في انبوبه ليها ضغط، فالضغط هنا لو الضغط يعني الضغط هنا بيزق مش بيشد، يعني انا كان في ضغط هنا اللي هو هيدروستيك بريشر بتاع الجلوميريوس كان بيزق بيزق بيزق، هنا في الباومنز كبسول بيزق الناحيه الثانيه، فهو اوبوزنج برضو، اوبوزنج فورس، قوه مضاده مش معايا، لا دي ضدي، عايزه تقلل الفلتريشن. الضغط ده بيساوي قد ايه؟ قلنا بيساوي 18. طيب هو دلوقتي الضغط ده ثابت الا اذا بيزيد بايه بقى؟ بيزيد، قال لك بيزيد في حاله لو في ستون. ايه هي الستون دي؟ الستون ديت يعني عارف انت الحصوه بتاعت كليه؟ اه هي دي. الستون دي موجوده في اليوريتر، اليوريتر مش عارف انتوا خدتوه اه تقريبا خدتوه في الاناتومي، اليوريتر موجود جزء من اجزاء اللي الجهاز الاخراج. لو في ستون قافله الطريق، يعني انا عدى اليونين خلاص وماشي ونازل ونازل والمفروض ان هو يخرج، في ستون قافله الطريق هنا، فبيزود اليورين فوق وبيزود اليورين فوق وبيزود اليورين، هيحصل لي هنا اكيوميليشن، في يورين هنا واقف اصلا، في ميه واقفه، فانت هتيجي ترمي لي فلتريشن، لا يا يعني معلم الضغط هنا بيزيد فبيزق، انا عندي ميه اساسا بما فيه الكفايه يعني ما مش عايز. يبقى الضغط الرابع ده نلخص بقى الثلاثه التانيين دول. اول واحد السفنجه اللي هو بتاع البلازما بروتين اللي موجود هنا، طبعا ما فيش بلازما بروتين بتعدي فهو صفر، ولكن انا بدرسه ليه؟ لان لو النيجاتيف تشارج ديت اتفقدت، لو النيجاتيف تشارج اتفقدت فهيبقى في هنا بلازما بروتين، ففي حاجه هتسحب من هنا. تمام. تاني حاجه الضغط الاسموزي اللي هنا اللي هو بتاع البلازما بروتين بقى اللي موجود في البلاط اللي هي ما بتعديش اصلا، قال لك موجود هنا هو قد ايه؟ 32 ملم زئبق، بيزيد بزياده التركيز بلازما بروتين، بيقل لما يقل التركيز بتاع البلازما بروتين هو المسؤول الاول والاخير عنها. تمام. قال لك بيزيد على طول المسار لان انت عمال تفقد ميه تفقد ميه تفقد ميه، ويعمل هو يزيد التركيز بتاعه بيزيد، وبالتالي هو بتاع ده هو عمال يزيد، فكل ما هو عمال يزيد هو عمال يقلل الفلتريشن بتاعي. يعني انا الفلتريشن بتاعي لحظه، الفلتريشن بتاعي هنا كده مش زي وانا طالع هنا كده، ليه؟ لان تركيز البلازما بروتين، لان تركيز البلازما بروتين هنا لان عذرا لان تركيز البلازما بروتين هنا لا هو واطي لان في ميه، بعدين الميه اتفقدت، الميه اتفقدت، الميه اتفقدت، زودت التركيز بتاع البلازما بروتين وانا خارج من هنا، لا هيسحب الميه، هيبقى الفلتريشن هنا اقل، يبقى الجلوميرال فلتريشن ريت هيقل جرادولي. تمام. رابع عمليه او رابع ضغط بقى معايا اللي هو الضغط جوه الباومنز كبسول، البريشر جوه الباومنز كبسول اللي هو قوه بتزق بتزق الناحيه الثانيه. طيب القوه اللي هي بتزق دي قوتها قد ايه؟ 18 ملم زئبق. طيب هل هو معايا ولا ضدي؟ لا هو ضدي، هو بيزق الميه مش بيزود، بيزق البلازما مش عايزها تخش، مش عايز يحصل فلتريشن اصلا. طيب هو بيزيد بايه؟ لو حصل بقى ستون، لو في بتاع ده ستون هنا في اليوريثر اللي هي الحصوه بتاعت الكليه، فهي قافله اصلا الطريق، فعمال يزود ميه ميه ميه، يحصل اكيوميليشن، يحصل ضغط فيزق الميه، انا مش محتاج ميه، انا اساسا زهقان من الميه اللي عندي. تمام. تمام. هنكمل بقى ونخش على العامل الثاني اللي بيأثر على الكولومير فلتريشن ريت. احنا لما كنا خدنا المعادله بتاعتها كان قلنا القوه في العامل او معامل الفلتريشن اللي هو معامل الترشيح. طيب احنا قلنا ساعتها برضو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على البوابه بتاعتي بقى. انا كل ده عمال اتكلم على قوه، عمال اتكلم على ضغط من الناحيه دي من الناحيه دي. طب بالنسبه بقى للبوابه، اكيد في حاجه قوه بتاثر او يعني ليها دور في التاثير على الجلوميرال فلتريشن ريت. المعادله بتساوي قوه في المعامل اللي هو الضغط في المعامل اللي هو احنا هنتكلم عليه دلوقتي. قال لك المعامل ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين اتنين، اول حاجه السيرفيس اريا، تاني حاجه البرميابيليتي. كل ما السيرفيس اريا بتاعتي هتزيد، المصفى بتاعتي كل ما تكون اكبر هتصفي اكتر، كل يعني كل ما الجلوميرال فلتريشن ريت هيزيد. تاني حاجه البرميابيليتي بتاعت الممبرين،
كل ما البرميابيليتي اللي هي النفاذيه، كل ما المصفى بتاعتي هتعدي حاجات اكتر، كل ما جلوميرال فلتريشن ريت هيزيد. يبقى بيعتمد على ايه؟ على حاجتين اتنين، السيرفيس اريا وتاني حاجه البرميابيليتي. طيب قال لك اي بقى ديزيز بيأثر على الكابيلاري، جلوميرال كابيلاري، بيأثر على حاجتين. يعني الديزيز اللي بيقلل الفلتريشن بتاعي بيعمل حاجه من اتنين، يا اما بيقلل السيرفيس اريا يا اما بيقلل البرميابيليتي. ما احنا قلنا بيعتمد على واحد من اتنين، لو السيرفيس اريا قلت هيقل حجم المصفى، المصفى بقت اصغر، قل الجلوميرال فلتريشن ريت، الفلتره بتاعتي الحاجه اللي انا بصفيها هتقل. طيب لو البرميابيليتي النفاذيه بتاعتها قلت برضه نفس الوضع، هيقل الجلوميرال فلتريشن ريت، مش هصفيها كويس. طيب ايه الامراض اللي بتسبب الموضوع ده؟ اول حاجه طبعا يحصل انفكشن اصلا في الجلوميريوس، يبقى اسمه جلوميرونيفرايتس. يحصل هايبرتنشن، مريض ضغط الكدني بتاعته بتنضرب، مريض السكر الكدني بتاعته بتنضرب. فتخيل لما يكون مريض سكر وضغط مع بعض، فالكدني بتاعته بتتدمر. فلو حصل انفكشن جلوميرولونيفريتس، لو حصل هايبرتنشن، لو حصل بس ان كنترولد، الكنترولد قلنا بيتعامل معاه، انما ان كنترولد هايبرتنشن بيعلى قوي، بيأثر قوي على الجلوميرولس، لا هنا هتأثر والكدني بتاعته هتنضرب. الدايابيتس ميليتس برضو اللي هو مرض السكر نفس الوقت. طب هما بيعملوا ايه برضو؟ قال لك بيعملوا حاجه من اتنين، يا اما بيضربوا شويه جلوميرولاي. يعني مثلا انت عندك سي 100 واحده، تمام، هو بوظ لك منهم 10، خلاص ما عادش شغال، بقت نون فانكشن، فاصبح عندك اللي شغال 90. فكده هل السيرفيس اريا قلت؟ طبعا قلت، انا كان عندي 100 بقوم 90، تمام. يبقى بيقلل لك السيرفيس اريا ان هو يضرب لك شويه جلوميرولاي، عدد منهم مثلا 10 من 100 بقى عندي شغال بس 90، فعندي السيرفيس اريا قل. او ان هو يزود السيكنس بتاع المصفى، يزود السيكنس بتاع الجلوميرول ميمبرين. لما السيكنس يزيد النفاذيه هتقل، بقى في مقاومه اكتر، السيكنس اللي هو السمك بتاع البوابه، لما السيكنس ده يزيد النفاذيه بتاعتها هتقل لان انا زودت المقاومه. يبقى التاني المعامل بتاع الفلتريشن ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ السيرفيس اريا والبرميابيليتي. السيرفيس اريا اللي هي مساحه السطح، البرميابيليتي اللي هي النفاذيه. قلنا الامراض اللي بتاثر على الكدني وبتقلل بتاثر على المعامل ده اللي هما ايه؟ ثلاث امراض، يحصل انفكشن اللي هو جلوميرولونيفرايتس، ايتس يعني انفكشن، بولمونونفرايتس. تاني حاجة ان كنترول ده هايبرتنشن، هايبرتنشن مش متحكم فيه بيزيد بقوة كبيرة جدا فبيضرب في الكدني. تالت حاجة مريض السكر دايابيتس ميليتس. بيعملوا الموضوع ده ازاي؟ ميكانيزم ايه؟ قال لك بيضرب لك شوية جلوميرولاي فالفانكشن جلوميرولاس بتقل، يعني مثلا كان عندك 100 ضرب لك 10 بقى عندك 90 بس، فكده المساحة السطح قلت بتاعتك، وبالتالي الفلتريشن هيقل. تاني حاجه ان هو يزود السيكنس بتاع الجلوميرال ممبرين، السيكنس زاد بتاع البوابه، يعني المقاومه زادت يعني النفاذيه قلت، تمام كده المعامل. اخر وحاجه بسيطه كده معانا اللي هي ميسنجيلسيت، دي برضو بتاثر على الفلتريشن، لكن بتاثر ازاي او ايه هي اصلا الميسنجيلسيت دي؟ قال لك دي، بص معايا كده، دي سيلز اهي، هي دي سيلز موجوده ما بين الكابيلاريز، تمام، موجوده ما بين الكابيلاريز، فيها حاجه مهمه جدا، فيها مايكروفيلامنتس، فيها مايكروفيلامنتس كنا خدناها في الهيستون، مايكروفيلامنتس ديت مسؤوله عن الكونتراكشن، فيها مايكروفيلامنتس موجوده فيها زي السموسموس بالظبط، فبتعمل كونتراكشن. لما تعمل كونتراكشن تخيل معايا كده السيلز دي تعمل كونتراكشن، فهتقرب دول من بعض، معنى كده ان الجلوميرولس دي هتنكمش. بص معايا كده، دي كده في العادي خالص هي عامله ريلاكسيشن وما بتعملش اي حاجه، طيب لما عملت كونتراكشن لا دي كشت جدا، ليه؟ لان هي موجوده في كل المساحات دي، قلت 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 فكشت كده. فطيب انا برضو استفدت ايه؟ ما انا دلوقتي بلعب على ايه؟ بلعب على السيرفيس اريا، مساحه السطح، انا قللت مساحه السطح جدا، فلما اقل مساحه السطح الجلوميرال فلتريشن ريت هيقل، الفلتريشن نفسه هيقل خلاص. يبقى انا دي حاجه بتحكم عن طريقها في الفلتريشن، وموجود فيها ريسبتورز للمواد اللي بتتحكم فيها، الريسبتور المواد اللي بتاكتف، المواد اللي بتاكتفها ايه؟ اللي بتعملها ستيميوليشن عشان هي تعمل كونتراكشن، فبتعمل كونتراكشن تصغر تكشكشها كده فتصغر فتقل السيرفيس اريا، فتاثر على الثابت اللي هو معامل الفلتريشن، فياثر لي على الفلتريشن اللي هو جلوميرال فلتريشن ريت على ريت، فيقل الفلتريشن. ايه الحاجات اللي بتاثر عليها؟ واهم ثلاث حاجات معايا، الانجيوتنسين 2 قصته مع الكدني هتاخدها ان شاء الله قدام، الانتي ديوريتيك هرمون، انا انتي ديوريتيك
اللي هو مضاد للتبول، هو بيمنع التبول. وتالت حاجة الأدرينالين طبعا، السمباثيتك نيرفس سيستم. أنا مثلا في خناقة ولا حاجة طبعا مش فاضي خالص الاكتيفيشن، يعني أنا عايز أقلله. فالتلات حاجات دول موجود في ليها ريسبتورز، الريسبتور بيشتغلوا يعني على الريسبتور، بيعمل لها اكتيفيشن استيميوليشن، تعمل كونتراكشن، تكشكش لي الجلوميرولوس كده، تكشكشها كده لفظيا، تقل مساحتها خالص. فانا لعبت دلوقتي على ايه؟ لعبت على السيرفيس اريا. لما لعبت على السيرفيس اريا، السيرفيس اريا لما تقل هتقل بتاعي معايا المعامل بتاعي، المعامل بتاعي ما يقل هيقل الجلوميرولوس فلتريشن ريت، مش هيحصل فلتريشن كويس. تمام. اخر حاجه بيقول لك الحاجات اللي بتأثر عليها برضو، اللي هو ثرومبوكسان اي 2، بروستاجلاندين اف 2، والهيستامين. دول برضو بيعملوا لها ستيميوليشن، تعمل كونتراكشن، تقلل المساحه. والحاجات اللي بيعمل لها ريلاكسيشن بقى، تفتح معايا طبعا، احنا قلنا الادرينالين بيعمل لها كونتراكشن، يبقى اكيد الدوبامين بيعمل لها ريلاكسيشن، توسع، تبقى واسعه، يزيد السيرفيس اريا، يزيد الجلومير فلتريشن ريت، يزيد الفلتره بتاعتي. وايه؟ بروستاجلاندين اي 2 والاي ان بي والسايكليك اي ام بي، يبقى الحاجات اللي بتعمل لها كونتراكشن انجيوتنسين اي 2، انجيوتنسين 2 والانتي دوريتيك هرمون والادرينالين وثرومبوكسان اي 2 وبروستاجلاندين اف 2 والهيستامين. الحاجات اللي بتعملها ريلاكسيشن اربع حاجات: الدوبامين، بروستاجلاندين اي 2، خلي بالك اف 2 بيعمل ايه؟ كونتراكشن، اي 2 بيعمل ريلاكسيشن، والاي ان بي والسايكليك ام بي. تمام. احنا كده الحمد لله بقى خلصنا المحاضره، هندي ملخص سريع جدا على المحاضره. ان شاء الله يعني لو حابب مثلا ان انت نسيت المحاضره، حابب ترجع، ان شاء الله الملخص في 7 دقائق كده هيفكرك بيها. او لو مثلا شخص مزنوق على الامتحانات على طول، مش هيقدر يسمع كل ده، فان شاء الله الملخص ده يفيده. يعني احنا اتكلمنا النهارده عن المحاضره الثانيه في الكدني، اتكلمنا على الفانكشن بتاعتي. اول فانكشن هي تكوين اليورين. اليورين بيتكون من ايه؟ من 3 عمليات. اول عمليه الفلتره، بيحصل تصفيه للبلازما، البلازما بتخش هنا. تاني عمليه يحصل ري ابزوربشن، اسحب تاني 99% من الحاجات اللي انا دخلتها ديت. ليه؟ لان انا مش يعني انا صفيت البلازما هنا، عدى البروتين وبعدين دخلت البلازما اللي هو السائل. بعدين بعمل ري ابزوربشن للسوليوشن اللي هنا، الووتر والحاجات اللي انا محتاجها كلها، السوليوس اللي دايبه فيها، وبسيب الشوائب تعدي. بعدين الجسم هو اللي بيتحكم، بيشوف انا محتاج ايه ومش محتاج ايه، الحاجات اللي هو محتاجها بياخدها، الحاجات اللي مش محتاجها بيردها تاني وتنزل في اليورين. لو انا عندي ماده عايز احسب اللي خرج منها قد ايه، هحسب اللي اتفلتر منها قد ايه، وبعدين اطرح منها الري ابزوربشن. يعني مثلا سي فلترت منها 4 وبعدين عملت ري ابزوربشن ل2، يبقى 4 ناقص 2، في معايا هنا 2 رايحين ينزلوا. الجسم قال لك انا محتاج واحده بس ورمي واحده، يبقى 2 وواحده بقوا 3. تمام. يبقى 3 عمليات ايه؟ الفلتريشن، وبعدين ري ابزوربشن، وبعدين السكريشن. طيب بعد كده هندرس النهارده المحاضره بتاعتنا الجلومير فلتريشن، هندرسها بالتفصيل، وبعدين واحده واحده بقى المحاضرات الجايه. قال لك الفلتريشن دي الموفمنت بتاع البلازما من الجلومريولوس للباومنز كبسول عن طريق البوابه بتاعت اللي هي الممبرين، يعني بتعدي من الكابيلوري للكبسول بتاعي عن طريق بوابه بتاعت اللي هي الممبرين. الممبرين ده قلنا بيتكون من ثلاثه ليرز، انا بالفعل عارف 2 منهم اللي هم الكابيلوري والباومنز كبسول، وما بينهم ايه؟ بودي جارد اسمه البيزمنت ممبرين. طيب اول واحده فيهم الكابيلاري، قال لك الكابيلاري ديت فيها مستين اتنين مهمين جدا، هو بتختلف بيهم على معظم الكابيلاري اللي في الجسم. الكابيلاري دي مسؤوليتها الاساسيه فلتريشن، ففلتريشن يعني فيها ثقوب كبيره، الثقوب اللي فيها ديت من 70 ل 90 نانو في الدايمتر بتاعها. وتاني حاجه البرميابيلتي بتاعتها اعلى ب 50 مره من الموجوده في السكيلت المصري. ليه؟ لان مهمتها الاساسيه فلتريشن. تاني حاجه اتكلمنا عن البوابه بتاعتنا، قلنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من شبكه من الكولاجين، شبكه من الكولاجين والياف من البروتوكولاكين. قلنا برضه فيها بورز، احنا بنتكلم على مصفى، فيها بورز بيعدي منها الحاجات اللي احنا بنفلترها، الميه والسليولز اللي فيها. واهم حاجه عندي في البروتوكولاكين ان هي عليها نيجاتيف تشارج، النيجاتيف تشارج ديت هي المسؤول الاول والاساسي لحاجه ان انا ما عديش بلازما بروتين، ما ينفعش بلازما بروتين تعدي في اليورين. فان البلازما بروتين بتاعتي عليها نيجاتيف تشارج قويه، ودي عليها نيجاتيف تشارج قويه، سالب مع سالب يعمل تنافر زي المغناطيس بالظبط، فترجع تاني ما تعديش تضادها، وده المسؤول عن ان انا امنع ان البروتين ينزل في اليورين. ولو النيجاتيف تشارج دي انضربت هلاقي في بروتين في اليورين اسمها ايه؟ بروتينوريا. تمام. تالت حاجه معايا اللي هي الباومنز كابسيد او باومنز كبسول، اسمها ايه؟ اسمها بودوسايتس، بودوسايتس فينجر لايك بروسيسز، عامله زي صوابع الايد، ما بينها سبليتس. السبليتس دي عباره عن بورز بيعدي منها الفلتريشن اللي انا
بيحصل من عن طريق الفلتريشن. يعني انا عندي ثلاث ثقوب كده، في الاولى في اللي هو من 70 ل 90 دايمتر، الدايمتر بتاعها 70 90، وبعدين عندي هنا في البيزمنت ممبرين قلنا النيجاتيف شارج وفي سكوب بيعدي من الميه والسليوتس، وثالث حاجه الصوابع وما بينها سليتس فروقات. افرد صوابع ايدك وبص على الفروقات اللي ما بينها، من هنا بيعدي بيحصل فلتريشن للبلازما. بعد كده قلنا السلكتيفيتي، اتكلمنا ركزنا على اهم حاجتين فيها اللي هم ايه، الثقوب اللي موجوده في كل واحده فيهم، وتاني حاجه النيجاتيف تشارج. الثقوب قلنا الثقوب بتاعتي ديت تعدي اي حاجه لحد 8 نانو متر في الدايمتر بتاعها، اعلى من كده مش هيعدي. بعد كده الالكتريك تشارج قلنا مهم جدا النيجاتيف تشارج ديت، ليه؟ لان الالبيومين اقل، يعني القطر بتاعه 6 نانو متر فاقل من 8 فيقدر يعدي، ولكن هو عليه شحنه سالبه قويه جدا، فحطيت له شحنه سالبه في الكدني فيضادوا بعض فما يعديش، تمام. ولو حاجتين، لو حاجتين نفس كل حاجه ونفس الميكرويت ونفس الحجم بس الشحنه مختلفه، طبعا الموجب هو اللي هيعدي والسالب مش هيعدي، تمام. بعد كده دخلنا على الجلومير فلتريشن ريت. الجلومير فلتريشن ريت ده حجم البلازما اللي بتتفلتر، يعني الكدني بتعمل فلتره لقد ايه من البلازما في الدقيقه الواحده. الاثنين كدني بتوعي بتعمل قد ايه؟ بتعمل 125 مللي في الدقيقه. 125 مللي في الدقيقه يعني قد ايه برضو في اليوم؟ يعني 180 لتر في اليوم. 180 لتر بيحصل لهم فلتره في اليوم، انا عندي 3 لتر بس بلازما في جسمي، معنى كده ان انا بعمل فلتره 60 مره في اليوم لل 3 لتر بتوعي، بيلف ويرجع يلف ويرجع 180 لتر، و99% من اللي انا بعملهم فلتره دول بيرجعوا تاني للجسم، يحصل لهم ري ابزوربشن عشان نشوف الجسم محتاج ايه، وال 1% الشرائط بينزل في اليورين. بعد كده اتكلمنا على الفلتريشن فراكشن. الفلتريشن فراكشن ده اللي هو النسبه اللي بيحصل لها فلتره من البلاد فلو اللي بيوصل للكدني، بيوصل لها قد ايه؟ بيوصل لها 650 مللي في كل دقيقه. 650 مللي بتعمل منهم فلتريشن، بتعمل فلتريشن لقد ايه منهم؟ بتعمل 125، بتعمل ال 125 على 650، يعني 20% بيحصل لهم فلتريشن كل دقيقه من اصل 650 دول. ده ايه؟ ده الفلتريشن فراكشن. طيب قلنا الجلومير فلتريشن ريت ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على حاجتين، القوه والمعامل. القوه والمعامل هنتكلم على القوه. القوه دي قلنا اسمها ستارلينج فورسز، اربع قوة. قلنا في قوه دفع، في قوه معايا وقوه ضد. القوه اللي معايا يا اما قوه هتدفع من هنا، يا اما قوه هتشد من هنا، يا اما قوه هتدفع من الكابيلرز، يا اما قوه هتشد من جوه من الكدني عشان تدخل. القوه اللي هتدفع اسمها ايه؟ اسمها جلوميرولار هيدروستاتيك بريشر، وده اهم قوه، ودي القوه الاساسيه بتاعتي 60 ملم زئبق، ودي اللي بتسوق البلازما عشان يحصل لها فلتريشن. تاني قوه اللي ممكن تشد هي حاجه اسمها اوزموتيك بريشر، الضغط الاسموزي. الاسموزي الاوزموتيك بريشر المسؤول عنها الاول والاخير هو البلازما بروتين في البلازما، يعني البلازما بروتين لو موجوده بتشفط الميه، بتسحب الميه. طبعا ما فيش بلازما بروتين بتعدي عشان النيجاتيف تشارج، فالقوه دي بتساوي صفر. طيب القوتين اللي ضد ايه؟ يا اما قوه بتزق من هنا، يا اما قوه بتزق لبره، يا اما قوه تانية بتسحب لبره، بتسحب من هنا. القوه اللي بتزق من هنا قلنا الضغط الهيدروستاتيك بريشر جوه الباومنز كبسول بيساوي كام؟ بيساوي 18، او الضغط اللي بيسحب من الناحيه دي اللي هو السفنجه اللي محطوطه من هنا اللي هو المسؤول عنها ايه؟ مسؤول عن البلازما بروتين اللي هي ما بتعديش، اللي هي موجوده كلها هنا، معنى كده ان الضغط هنا كبير، الاوزموتيك الضغط الاسموزي بتاعها كبير، يبقى 32. اما جيت احسب الافكتيف فلتريشن بريشر النهائي بتاعي كام؟ لقينا 60 بزق بيهم، صفر بشد بيه مفيش اصلا، وفي هنا بيزق هنا كام؟ 18، وفي هنا 32 بيشدوا، بقى 60 ناقص 18 و32 قد 50، يبقى 60 ناقص 50 يساوي 10 ملم زئبق. يبقى انا بيحصل فلتريشن بضغط قد ايه؟ بيحصل فلتريشن بضغط 10 ملم زئبق، تمام. دخلنا على كل واحد، قلنا بيتاثر بايه؟ اول حاجه في الهيدروستاتيك بريشر اللي هو الضغط اللي بيزق، قلنا بيخش من الافلنت يطلع من الافلنت، فطبيعي يتاثر بالافرنت. لو حصل فازو دايلاتيشن هنا يوسع الافرنت فيعمل يزود البلاد فلو، يزيد البلاد هنا فيعمل ضغط فيحصل فلتريشن اكتر. طب لو حصل فازو كونستريكشن البتاع ده داء، لا داء، يبقى مفيش بلاد فلو، يبقى هيقل البلاد فلو فهيعمل ايه؟ هيقلل الهيدروستاتيك بريشر فهيقل الفلتريشن. تاني حاجه الافرنت، الافرنت قلنا فيه بايفيزيك، وركز على حوار البايفيزيك ده. لو حصل مودريت حاجه متوسطه كده فازو كونستريكشن، لا الجسم هيعمل ريفلكس وهيزود البلاد فلو وهيزيد الفلتريشن. انما لو حصل سيفير حاجه قويه كونستريكشن في الافرنت، لا خلاص المصب اتقفل فانا مش هعرف ادخل بلاد، مش هعرف اقاوم، خلاص الضغط هنا هيقل، فمش هيتقل ايه الفلتره بتاعتي او الترشيح، مش هيعدي كتير، تمام. بعد كده قلنا الارتيريال بريشر، طبعا بديهي جدا ان الضغط لو زاد هيعلي
الضغط بتاعي، ضغط الدم لو زاد هيعلي الفلو اللي هيروح للكدني فهيزيد الفلتريشن، ولكن الموضوع ده مش موجود في الكدني. بسبب ايه؟ بسبب ان الكدني فيها اوتو ريجولاتوري ميكانيزم. الاوتو ريجولاتوري ده التنظيم ذاتي، بيعمل ايه؟ بينظم الضغط مهما عالي او وطي في رينج محدد، ما بتتاثرش، الضغط فيها ثابت، لكن لو عالي قوي طبعا هيأثر. بعد كده السيماستيك نفس الفكره، مايلد تو مودريت، حاجه بسيطه، لا انا هقدر اتحكم واقدر اعمل ريجوليشن عندي ومش هتاثر. انما لو حصل سيفير، قلنا السيماستيك بيعمل ايه؟ السيماستيك بيعمل فازو كونستريكشن للفيزلز، فيعمل فازو كونستريكشن للمنبع بتاعي فهيتقفل، فمش هيحصل فلو، فالضغط بتاعي هيقل، فمش هيحصل فلتريشن. بعد كده دخلنا على تاني قوة اللي هي ايه؟ اللي هي الباومنز سبيس اونكوتيك بريشر، اللي هي المفروض لو في هنا بتاع ده بلازما بروتين، هي المفروض ان هي تسحب تعمل اوزموتيك بريشر هنا وتسحب البلازما لجوه، ولكن مفيش اصلا بلازما بروتين بتعدي في العادي لان النيجاتيف تشارج بتمنعها، سالب مع سالب بيعمل تنفر فيرجعوا تاني، فهنا القوة دي بتساوي صفر. ولكن انا بدرسها ليه؟ بدرسها عشان لو النيجاتيف تشارج دي باظت هيحصل، هيعدي فيعمل بروتينوريا، هينزل بروتين في اليورين، وبالتالي هتعمل هنا اوزموتيك بريشر وهتسحب فعلا بلازما. تمام. تالت قوة معايا هي نفس الضغط الاسموزي ولكن للجلوميرولوس اللي هي بتشفط لجوه، السفنجة لو انا حطيتها هنا هتشفط لبره، والقوة دي كبيرة جدا. ليه؟ لأن تركيز البلازما بروتين هي بتزيد بتركيز البلازما بروتين، وانا عمال افقد ميه افقد ميه، فتركيز البلازما بروتين بيزيد في الكابيلاريز طول ما انا ماشي. الضغط ده بيساوي قد ايه؟ بيساوي 32، وطول ما انا ماشي كده في الكابيلاريز كل ما افقد ميه الكونسنتريشن بتاع البلازما بروتين بيزيد، فكل ما الكونسنتريشن يزيد يسحب ميه اكتر، فالضغط الاسموزي يزيد اكتر، فبالتالي يقل ايه؟ يقل الفلتريشن اكتر. يعني مثلا الفلتريشن هنا عادي وسريع، هنا قليل. ليه؟ لان في هنا ضغط اسموزي اقوى فبيسحب الميه فما بيخلاش تعدي. تمام. تالت حاجه الباومنز سبيس هيدروستيك بريشر، اللي هو قلنا في هنا ميه بتعدي، فالميه في ميه في اي تيوب ليها او بلازما يعني او سائل عموما، سائل في اي تيوب ليه ضغط هيدروستاتيك بيزق، مش عايز حاجه تانيه. الضغط ده بيساوي قد ايه؟ بيساوي 18. الضغط ده بيزيد امتى؟ لما اقفل المسار، لما احط، لما يكون في هنا ستون اللي هي الحصوه بتاعه الكليه موجود قافله الطريق، فبيحصل اكيوميليشن للووتر. لما بيحصل اكيوميليشن للووتر فتزق، انا مش ناقص ميه اصلا، انا عندي ميه كتير جدا، فتزيد فتقلل الفلتريشن. تمام. بعد كده دخلنا على اخر حاجه اللي هو الكوفيشنت، قلنا المعامل في القوه في المعامل، المعامل اللي اتكلمنا عليه مسؤول عن البوابه، مسؤول عن المصفى، الطبيعه بتاعتها ملوش دعوه بالقوه اللي بتاثر خالص. قلنا بيعتمد على ايه؟ على حاجتين اتنين، السيرفيس اريا والبرميابيلتي. السيرفيس اريا اللي هي مساحه السطح، البرميابيلتي اللي هي النفاذيه. اي مرض بيأثر على السيرفيس اريا بيقللها او بيقلل البرميابيلتي، ده بيأثر على اللي هو المعامل بتاعي فبيقلل جلوميرولار فلتريشن ريت. الامراض دي زي ايه؟ زي هايبرتنشن، زي السكر، الضغط والسكر، هايبرتنشن ان كنترولد، هايبرتنشن ان كنترولد هايبرتنشن، والسكر، وتاني حاجه اللي هي الانفكشن اللي هو جلومرول نفرايتس، انفكشن يحصل في الجلومرولز. تمام. اللي قال لك هي الديزيز دي بتعمل ايه عشان تقلل لي مساحه السطح او تقلل لي النفاذيه؟ قال لك بتعمل حاجه من الاثنين، يا اما او بتعمل الاثنين مع بعض، يا اما بتقلل العدد بتاع الجلوميرولس اللي شغال، تضرب جلوميرولس تخليها ما تشتغلش تاني. فبالتالي انا مثلا كان عندي 100 هي ضربت 10، بقى عندي 90 بس اللي شغالين، فخلاص شكرا كده، باي باي، مساحه السطح قلت، فالكفاءه بتاعت الشغل قلت. او ان هي تزود السكنس بتاعت البوابه بتاعتي، فزود السكنس بتاعت البوابه بتاعتي هتقلل النفاذيه لانها بتزود المقاومه، وبالتالي نفس الوضع الكوفيشنت اللي هو المعامل بتاع الفلتريشن قل والفلتريشن قل. تمام. واخر حاجه معانا الميسنجيال سيلز. الميسنجيال سيلز ديت قلنا هي عباره عن سيلز موجوده ما بين الكابيلاريز، اهم حاجه فيها ان هي فيها مايكرو فيلمنت، المايكرو فيلمنت اللي فيها بتنقبض، لما تنقبض تكشكش الجلوميرولس كده بتقل جدا فتقللي مساحه السطح بتاعتها، فلما مساحه السطح بتاعتها تقل هيقل المعامل فهيقل الفلتريشن، مش هيحصل فلتريشن الا بنسبه قليله. في حاجات بتزودها في حاجات بتقللها، الحاجات اللي بتزودها ام 3 انجيوتنسين 2 والانتي ديوريتيك هرمون والادرينالين ومعاهم الثرومبوكسان اي 2 وبروستاجلاندين اف 2 هيستامين. اما الحاجات اللي بتزودها دي بتعمل ايه؟ بتعمل لها ستيميوليشن، فهي تعمل كونتراكشن فتكشكشها كده، انما في حاجات بتاثر عليها تعمل تخليها ريلاكسيشن، تعمل لها ريلاكسيشن ان هي تفرد، فبدل بعد ما كانت كده عامله كونتراكشن لا تفرد تاني، بتعمل ريلاكسيشن فالكشكشه دي تروح خالص، توسع تاني، مساحه السطح تزيد. الحاجات دي اللي عباره عن ايه؟ قال لك زي مثلا الدوبامين، زي البروستاجلاندين اي 2، زي الاي ام بي، زي السايكليك ام بي. شكرا. الحمد لله خلصنا على خير، ربنا يوفقك يا رب بإذن الله.
وموفقين دايما، وإن شاء الله أشوفكم في أعلى الدرجات. السلام عليكم.